خالص. والله احنا عايزين الصحة، مش عايزين أي حاجة غير الصحة. أيوة طبعا، لازم أقول رأيي طبعا إن شاء الله. طبعا مش هشارك طبعا، لأن هو كله ضحك على الدقون. احنا نزلنا قبل كده انتخابات رئاسة وانتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى، وكله اداس بالجزمة. طبعا ما هنشاركش، واللي شارك يبقى راجل ما بيفهمش. مفيش عدالة، ما احنا إذا انتخبنا برضه مفيش عدالة. احنا عاوزين واحد مؤمن يمسك البلد، حتى يمشي البلد. مفيش عدالة قبل. بنشتكي لواحد رئيس يقول لك ما اعرفش عن كده حاجة. هتقول المين ولا المين قبل؟ والله اللي لقيت الراجل المناسب اللي هو هيحمل شكوتي ويادل معايا هنتخب. بالنسبة للانتخابات احنا ملتزمين بيها، بس هو مفيش حد هنا عندنا في البلد مترشح، فاحنا نترشح في بلد ما نعرفش فيها حد ما ينفعش. لو لقينا حد هنا في البلد ترشح وعارفينه نترشح وندله صوتنا. مفيش، ما ننتخبش واحد احنا ما نعرفوش، ما يحققناش اللي احنا عايزينه. اشارك عليا في الانتخابات. يعني هو في الانتخابات دلوقتي انت هتنزل تشارك ولا لا؟ لا طبعا مش هشارك كده. شارك لعايا عشان اشارك عليا. يعني انت مش شايف ناس كويسين ولا انت مش عايز تنزل اصلا؟ انا مش شايف حد اصلا، شايف البلد فين؟ الناس اللي فين؟ الناس المسؤولين